بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على السيل ديفيجن النوع الثاني اللي هو الميوزيس، ونتكلم على الستيجز اوف ميوزيس، مراحل الميوزيس. اول مرحله خالص، طبعا احنا اتفقنا ان الميوزيس عباره عن ميوزيس 1 اند ميوزيس 2. والميوزيس 1 عباره عن بروفيس 1، ميتافيس 1، انافيس 1، اند تيلوفيس 1. بعد كده يحصل في سيتوكينيزس، وبعد كده الخليتين الناتجين يبداوا الميوزيس 2. طالما ميوزيس 2 يبقى فيه بروفيس 2، ميتافيس 2، انافيس 2، انتيلوفيس 2. بعد كده يحصل سيتوكينيزس، في الاخر يديك اربع خلايا. اول خالص في الميوزيس 1 هنتكلم على اهم مرحله اللي هي البروفيس 1. This is the longest and the most complex most complicated phase about 90% of the meiosis، حوالي 90% من الميوزيس. نيوكلير انفلوب ديسابير، طبعا زي ما قلنا في البروفيس هناك كان خمس اشياء نقولهم تاني. نيوكلير انفلوب ديسابير، نيوكليولس ديسابير، كروموزوم بيكام ديستينكت يعني بيكام سيستر دوبليكيت كروموزوم، السنترومير موف تو اوبزيت بول، اند ان سبينال فايبر ابير. كل ده في البروفيس والبروفيس 2 والبروفيس 1. لكن ليه ما يس البروفيس 1 ايه؟ مش بس الكلام اللي انا بقول عليه ده، لازم يحصل synapses and crossing over. يبقى synapses اللي هو عملية الاقتران. يعني اقتران يعني occurs when the homologous chromosomes، احنا قلنا الhomologous chromosome اللي هو الدوبليكيتد ده واحد، يبقى التاني اللي شكله برضو كده برضو الاتنين مع بعض يحصل لهم come together side by side، يعني يجي يقربوا لبعض جنبا الى جنب to form the tetrad. والتتراد ده اللي هو عباره عن two chromosomes، two duplicate chromosomes، يعني اللي هو عباره عن four chromatids sister and non sister chromatids. هذا sister وsister وده sister وsister، لكن ده وده non sister chromatid. ده اول خطوه خالص اللي هي synapses. بعد كده يحصل crossing over. الكروسنج اوفر اللي هي عمليه العبور، ظاهره العبور. كروسنج اوفر مينز او ليد تو فاريشن، ده طبعا دي بتؤدي الى التنوع ما بين الخلق وبعضها. ماي اوكر بتوين نون سيستر كروماتيدز اد كيازماتا، يبقى ده جزء عامل كده وده جزء التاني عامل كده. ده الكروموسوم بتاعه ده كده كامله وده الكروموسوم بتاعه التاني كده، يبقى يحصل عمليه الكروسنج اوفر بتوين النون سيستر كروماتيد. المكان اللي بيحصل فيه الاكس ده وبسموه الكيازماتا، هذه الكيازمة. يبقى كروسنج اوفر في البروفيس 1 يحصل بعد السينابسز، يحصل كروسنج اوفر عبارة عن segments of non-sister chromatids. زي ما قلنا السيستر مع سيستر يبقى انت ما عملتش حاجة لأنهم الاثنين copy from each other، لكن between the non-sister chromatids breaks and reattach again to the other chromatid. يعني تكسر جزء من هنا وتكسر جزء من هنا وتبدل ده هنا وتبدل ده هنا. يبقى انت كده عملت exchange of genetic materials. زي ما قلنا تعريف crossing over. الكيازمات أو الكيازمة the sites of crossing over، ده اللي بيحصل فيها crossing over. بالشكل ده يوضح ان ده تتراد يعني اتنين duplicate chromosome، ده sister chromatide وده sister chromatide. لما يحصل pairing مع بعض كده ويحصل synapse يحصل فيه مكان كده اسمه الكيازمة أو الكيازماتة. بيحصل فيه exchange of genetic material، جزء من اللون ده راح للون ده وجزء من روح للون ده. يبقى حصل بريكس وبعد كده ري اتاتش وحصل اكستشينج اوف جينيتك ماتيريال، وبالتالي يبقى ده كروموزوم في صفات مختلفه عن الكروموزوم الاصلي ده. كل ما زاد عمل عمليه الكروسنج اوفر كل ما كان الكروموزوم مختلف خالص في الصفات بتاعته عن الام او الاب. يبقى البروفيس 1 زي ما انت شايف كده اللي بيحصل الكروموزوم سيكنينج كوم دوبليكيتد، الجينيتك اكستشينج اوكير بتوين نون سيستر كروماتيدز ثرو كروسنج اوفر، سبندل فايبر ابير، السنتروسومز موف تو ذا اوبزيت بول، النيوكلير انفلوب ديسابير، والنيوكليولس كوم تو ديسابير. As a result of crossing over، لما يحصل فيه crossing over the resulting gametes don't have the same genetic information. انا قلت في الميتوزيس يدي خليتين جينيتيكال ايدنتيكال اللي انا ما بحصلش كروسنج اوفر، وبالتالي ده نسخه من دي ودي نسخه من الام. لكن في الميوزيس طالما ان في كروسنج اوفر يبقى الجاميتس dont have the same genetic information، dont have the same gene in the same position، وبالتالي يطلع الكائنات مختلفه، وده سبب الفاريشن، ده سبب التنوع في الكائنات. They contain the same type of gene. احنا قلنا لها نفس الجينات، لو الجين ده لون الشعر هنا ونفسه هنا،
لون العين هنا هو نفس اللون هنا، لكن have don't have the same version but not necessary to be the same version. يعني ايه؟ عندها نفس الجينات في نفس المكان، لكن ليس بالضرورة ان هو يكون نفس الايه الفيرجن او of the same gene. يعني الجين فور مثلا، نديك اكزامبل الانتيجين A والانتيجين B. يعني لو قلت مثلا على الكروموزوم ده الجين ده اللي بيبقى مسؤول عن فصيل الدم A او B، طيب نفس الجين في نفس المكان لكن يدي فصيلة A او يدي انتيجين B، ده موضوع تاني. يبقى different version of the gene، لما اقول لك ده عنده فيرجن تاني مختلف للجين، يعني ده بيسموه الاليل. يبقى الجين ممكن يبقى ليه اكتر من اليل، وبالتالي different version of gene or different version of allele in the same type. وبالتالي مثلا ده يدي فصيلة دم A، ده يدي فصيلة دم B according to this A, the alleles of gene. وبالتالي as a result of crossing over برضو the homologous chromosome of each pair separates and one chromosome from each pair will be daughter chromosome. يبقى انت لما تيجي تفصل بنفس الكروموزوم لان انت كنت قربتهم مع بعض. So this reduces the number of chromosome into the half. ودي نقطة مهمة جدا لو انت بتتكلم على الانافيس 1. الانافيس 1 يبقى في الانافيس 1 انت دلوقتي فصلت ايه؟ كروموزوم ولا كروماتيد؟ كروموزوم، لان انت دلوقتي لما كنت بترتب على على الميتافيز كنت ميتافيس 1 وكده بترتب ايه؟ اثنين كروموزوم، وبالتالي الكروموزوم ده راح لخليه والكروموزوم ده راح لخليه دورنج الانافيس 1، وبالتالي بتعمل ريدكشن للنمبر اوف كروموزوم انتو ذا هاف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.